السلام عليكم متابعينا الكرام وين ما كنتم. في الفيديو هذا باش نحكيه على آخر أخبار ميركاتو الترجي. توصل الترجي الرياضي التونسي لاتفاق نهائي مع المهاجم البرازيلي رودريغو رودريغيز من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الحالية، ويعاني الترجي من أزمة في مركز المهاجم المتقدم، وهو ما انعكس سلبا على نتائجه خلال الموسم الماضي بشكل خاص. هذا الضعف الهجومي لعب دورا كبيرا في خروجه من البطولة العربية من الدور الأول، حيث أضاع عدد قياسي من الفرص خاصة خلال المواجهة الحسم أمام النادي الصفاقسي ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات. وأكدت تقارير إعلامية برازيلية أن الترجي حسم صفقة التعاقد مع المهاجم رودريغيز بعد دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده لتبلغ 350,000 أورو. وفي حوار أجراه مع راديو برازيلي أكد المهاجم صاحب 27 عاما موافقته على الانتقال لشيخ الأندية التونسية بعد مفاوضات دامت لعدة أسابيع. وتألق رودريغو مع ناديه خلال العام الحالي، إذ خاض 32 مباراة في مختلف المسابقات، سجل فيها 12 هدف وأهدى 3 تمريرات حاسمة. وتواجد اللاعب على رادار نادي غريميو الذي كان يخطط للتعاقد معه بهدف لاعب دور المعوض للنجم الأورغواياني المخضرم لويس سواريز، وفقا ما أوردته صحيفة جلوبو البرازيلية. إذن رودريغيز برشا الناس تتسائل وقتاش باش يتم الإعلان الرسمي على اللاعب. اللاعب إن شاء الله باش يكون متواجد مع الفريق اليوم في تدريبات الفريق اللي تنطلق على الساعة 7 مساء في مركب النادي، باش يكون هو ويان ساسي ومحمد وائل الدربالي باش يتواجدوا في تدريبات الفريق تحضيرا للموسم القادم. كما تعرفوا أن البطولة الوطنية تنطلق يوم 19 أوت، وبالتالي الإعلان الرسمي على انتداب البرازيلي باش يكون خلال الساعات القادمة إن شاء الله. الإعلان يهبط في الصفحة الرسمية وكذلك في الترجي بلس. الترجي ضم لصفوفه خلال هذا الميركاتو 4 لاعبين أجانب، ويتعلق الأمر بنجم منتخب النيجر يوسفو أمارو، الجناح الجزائري حسام الدين غشة، وصانع الألعاب البرازيلي يان ساسي، وأخيرا المهاجم رودريغيز. هذا كان دخل الترجي في مفاوضات مع متوسط ميدان كليوباترا المصري محمد عادل، ولكن المفاوضات باءت بالفشل حسب ما أكده اللاعب، والذي كشف عن فشل مفاوضاته مع الترجي بعدما أكد تلقيه عرضا رسميا، والذي تم رفضه من فريقه المصري على حد قوله بسبب ضعف المقابل المادي. اللاعب هذا كان عبر معين الشعباني على رغبته في انتدابه في استخدامه للترجي الرياضي التونسي. إدارة الفريق والمدير الرياضي طارق ثابت تقدم بعرض رسمي لنادي كليوباترا المصري، ولكن كليوباترا رفض العرض لضعف المقابل المادي، كما أكد اللاعب لموقع في الجول المصري. في نفس السياق، إدارة الترجي تسحب إجازة كل من أنيو إيوالا والمغربي سابر بوغرين والجزائري رياض بن عياد كي تستطيع أن تسجل المنتدبين الأجانب الجدد. هذاك علاش ما تمش الإعلان على صفقة البرازيلي، وتم الإعلان بعد مدة من انتداب البرازيلي الآخر يان ساسي. المشكلة هي قانونية بالأساس، لأنه ما يمكنش للترجي تسجيل لاعبين، حد الأقصى للأجانب هو 6 لاعبين كما تعرفوا. لذلك تم سحب إجازة إيوالا والمغربي سابر بوغرين والجزائري رياض بن عيادة من أجل التمكن من تسجيل اللاعبين الجدد. هذه كاختيارات الإطار الفني واختيارات الإدارة. للأسف إيوالا حسب رأيي الخاص أنه ينجم يقدم الإضافة وينجم يكون حل من الحلول، ولكن هذاك هو القانون. إن شاء الله اللاعب يشوف يعني مستقبله، إن شاء الله اللاعب يتألق مع فريق آخر. سابر بوغرين خذا فرصته، خذا أكثر من فرصته بصراحة، ما قدمش حاجة تذكر للترجي الرياضي التونسي. رياض بن عياد الإصابة هي اللي أنهت مسيرته للأسف مع الترجي الرياضي التونسي، وفما أخبار على قرب عودته إلى فريقه الجزائري وفاق سطيفة. من جهة أخرى، أكد موقع نسمة سبور أن مهاجم الترجي الحالي محمد علي بن حمودة تلقى عرضا رسميا من فريق ليبي. كما أكد الصحفي عبد الباقي بن مسعود عن وجود عدة عروض للاعب من فرق أوروبية. من جانبها، إدارة الترجي لا تعارض من ناحية المبدأ التفريط في بن حمودة شريطة توفر العرض المالي المناسب. الإشارة فإن بن حمودة شارك في 87 مباراة بأزياء شيخ الأندية التونسية في مختلف المسابقات، سجل خلالها 23 هدف وأسهم في صناعة 3 أهداف أخرى منذ التحاقه بالفريق قادما مستقبل سليمان موسم 2020. بوليميك كبيرة صايرة على بن حمودة في الآونة الأخيرة، وأنا شخصيا كنت تحدثت على اللاعب وتحدثت وقلت أنه اللاعب ما قدم حتى شيء للترجي الرياضي التونسي، وما هوش في قيمة هجوم الترجي، ينجم ينجح في فريق آخر.
الظهر فيه أقل ضغط، لأنه كما تعرفوا مش أي لاعب ينجم يقبل الضغط الكبير المتواجد في الترجي، وخاصة من جماهير الترجي اللي ما ترضاش بلاعب يعني كما نقوله بلغتنا شطر الباس. لذلك اللاعب ما يشكك حتى إنسان أنه لاعب فنيا ينجم ينجح ينجم يتصلح، ولكن الظروف ما خدمتش بن حمودة. ظروف الترجي خاصة في الموسمين الأخيرين والنتائج السلبية هي اللي زادت عقدت الأمور بالنسبة للاعب. ينجم يكون لاعب معوض، ينجم يكون لاعب على البنك، ولكن أنه يكون لاعب أساسي في الترجي الرياضي التونسي وهو اللي يقود هجوم الترجي فهذه صعيب عليه بصراحة، ولازم لاعب عنده شخصية كبيرة وشخصية يعني ما يسمعش الكلمات ويسكر ودنيه ويخدم. ولكن للأسف هذا اللي حصل مع بن حمودة في الترجي الرياضي التونسي، دخل في عديد المرات في مناوشات مع جماهير الترجي ورد الفعل في برشا مرات، هذا اللي خلى اللاعب يكون خارج الموضوع حسب رأيي الخاص. فنيا اللاعب فيه وعليه والنجم ونتناقشه، ولكن كما قلت ونعاود الضغط الكبير اللي تسلط على بن حمودة ما ينجمش يخلي اللاعب يقدم أكثر. وأنا حسب رأيي الخاص وهذا التمشي اللي مش تعتمده إدارة الترجي أنه مش تتخلى على اللاعب، ما نعرفش على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، ولكن بن حمودة ما ينجمش يواصل في الظروف هذه، خاصة كما قلت لكم بعد النتائج الأخيرة للفريق من خسارة كأس تونس إلى البطولة العربية، ومشاكل متراكمة صراحة وعلاقته بالجماهير أصبحت متوترة. نحترم اللاعب هذا إن شاء الله ربي يوفقه إذا استمر في الترجي الرياضي التونسي. لتو مازال ما فهم حد شيء رسمي، إذا استمر وخير الاستمرار في الترجي الرياضي التونسي لازم يخدم أكثر، لازم يصلح روحه أكثر. ماهوش باش يكون بطبيعة الحال المهاجم الأساسي خاصة بعد قدوم رودريغيز البرازيلي، ولكن ينجم يكون معوض، ينجم يكون حل من الحلول. وإذا خير أنه باش يخرج ويشوف جمعية أخرى نتمنى له التوفيق إن شاء الله ربي معاه. وديما حتى كان انتقدناه ولا يعني تغششنا عليه في نطاق الكرة احترموه في شخص، ولكن كلاعب كرة قدم في الترجي الرياضي التونسي ما عليه كان يقبل النقد وما عليه كان يصلح من روحه. هذه إذن متابعين الكرام آخر التطورات الخاصة بميركاتو الترجي. كل الدعم للهيئة المديرة، كل الدعم للاعبين الجدد كما قلت لكم في فيديوهات سابقة، نعاود ونقول لكم لازم نصبروا، لازم نخليه الناس تاخذ فرصتها وخليه الناس تخدم خاصة في الفترة الحساسة هذه، ونعرفوا ايش صاير في كواليس الترجي الرياضي التونسي. وان شاء الله تو نرجعوا في فيديو اخر ونحكيه على المشاكل الأساسية والمشاكل العميقة اللي لازم نتحدث عليها، ولازم جمهور الترجي يعرف خطورة الوضع اللي قاعد يصير، وخاصة استهداف الترجي الرياضي التونسي من الجامعة التونسية لكرة القدم، من بعض الأشخاص اللي قريبة من الترجي الرياضي التونسي. ولكن الفترة هذه كل الدعم للإطار الفني، كل الدعم للاعبين والهيئة المديرة، الناس قاعدة تخدم، الناس قاعدة تتعب، وناس حطت برشا فلوس من أجل إسعاد الجماهير ومن أجل عودة الترجي الرياضي التونسي إلى السكة الصحيحة بحول الله. نتمنى انه الفريق متاعنا يرجع سريعا الى مستواه الفني. التحضيرات باش تبدا اليوم كما قلت لكم في اول فيديو، باش تنطلق للموسم القادم اللي اول جوله باش تكون ضد مستقبل المرسى ان شاء الله يوم 19 اوت الجاري. كل التوفيق للترجي الرياضي التونسي، كل التوفيق للنادي العاصمي. ان شاء الله نجيكم فيديو اخر فيه اخر الاخبار الخاصه بالترجي الرياضي التونسي. شكرا لكم متابعين الكرام على حسن المتابعه والانتباه، ان شاء الله نتقابلوا في فيديو جديد.